طارق صالح يطوي رسميا آخر صفحة لحزب الإصلاح بمدينة تعز. لنشاهد التفاصيل. بدأ عضو المجلس الرئاسي طارق محمد عبد الله صالح تحركات أخيرة لطي صفحة حزب الإصلاح نهائيا من مدينة تعز جنوبي اليمن. جاء ذلك تزامنا مع تدشين طارق صالح رسميا افتتاح فرعا لمكتبه السياسي وسط المدينة، ووضع يده على آخر معاقل حزب الإصلاح في البلد. ورأى مراقبون أن الافتتاح يأتي بدعم مباشر من التحالف العربي السعودي الإماراتي لتسليم الملف العسكري والسياسي في المدينة لقائد الفصائل الإماراتية بالساحل الغربي. واعتبر ناشطون موالون للإصلاح أن الخطوة تعد ضربة قاسمة تهدد استمرار وجود الحزب في المشهد السياسي والعسكري في ظل تقليم أظافره جنوبا وشمالا. وكان طارق صالح قد عقد قبل أيام قليلة سلسلة اجتماعات مع قيادات عسكرية رفيعة في حزب الإصلاح، بينهم قائد محور تعز خالد فاضل، في إطار مساع لاستلام مواقع الحزب في الريف الجنوبي الغربي لتعز. وتأتي هذه التطورات تزامنا مع استحداث قوات طارق صالح معسكرا جديدا في مدينة التربة جنوب غرب مدينة تعز، في خطوة هامة لمحاصرة أبرز الأذرع العسكرية لحزب التجمع اليمني للإصلاح. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.